بالتأكيد أنا لا أخفيك سرا أني كنت مبسوط ومستمتع باللي قاعد يصير وبالأجوبة اللي جالس يقولها عبد الله، وبرضه بطرحك أنت للأسئلة اللي في الشارع الرياضي، مي بالأسئلة الرسمية اللي إجاباتها واضح أنها بتصير معلبة، يعني واضحة جدا. خليني أقول فعلا يعني الكفاءة المالية قرار أكثر من رائع، أنا دائما أقول تأخر كثير، قرار ممكن يساعد الأندية أو الإدارات الضعيفة، خلينا نقول أنها يعني تسند على جدار، ضعيفة قدام الجمهور، ضعيفة قدام الجمهور، ضعيفة قدام أعضاء الشرف، ضعيفة قدام الضوء الإعلام، ضعيفة في كل شيء، فلذلك بتتكي على الجدار وبتصير خلينا نقول بيسندها القرار هذا قرار اللجنة أنها تساعدها في أنها توقف على رجولها ولا تدخل في المتاهات هذه. الكلام اللي قاله أكثر من رائع، بس إحنا زي ما قلت لك أنا بتفق التوقيت ما كان موفق، لذلك هم مددوا التمديد هذا. الشيء الآخر موجود أنت قلته، طيب أنت مددت عشان ناديين صح ولا لا؟ هذا اللي يرددون الناس. كويس، طب باخذها بالجهة المقابلة وباخذها بسؤالك الافتراضي أن الفرق اللي جدولت ما راح تسدد. طب أنت حطيت لي الحين الشرطين زي اللي تقول أنت أبظلمك أنا، لا أدفع كاش، الآن أدفعها كاش وأدفع الرواتب. لو دفعتها كاش ودفعت الرواتب أنا طبعا الكاش اللي عندي والسيولة اللي عندي أنا طلعتها كلها، ولكن الأندية الأخرى اللي أنت أعطيتها فرصة أنها جدولت عندها كاش، عندها الآن كاش. طبعا كمان هو وضح هنا قال لك أنا ما أبغى أساوي بين اللي التزم من البداية مع اللي ما التزم أبدا. إذن هي زي ما يقول إحنا نقولها بالعامي عنقولت التمديد، القرار هذا عنقولت التمديد، يعني يعني زي اللي مستحيل خلنا حط لك. شوف المنطق، شوف أبو نايف المنطق يقول المنطق مايك. اللي أنا قاعد أشوفه من هالطاولة إنه النادي اللي ما قدر يجدول مستحيل يقدر يدفع. أنا أقول لك لا، وبالشروط هذه أنا قصدي بالشروط هذه بعد يعني مستحيل جدا، يعني مستحيل، يعني زي اللي يقول زي ما قلت لك أنا بس ها عطي لكم ترى كذا وكذا وخلاص، مستحيل أصلا يعني. وما زي ما قلنا ما قدر يجدول في الأصل، أو إنه ما جت فكرة الجدولة بعدين تقول في الكاش. المفروض إنه ملتزموا، انت تشوف انه مهلة اليوم تنتهي ما حد استأنف قفل. أنا بالنسبة لي شوف على حتى على المستوى الشخصي، إذا أنت قررت تحمل قرارك، إذا أنت كل شوي بتضعف قرارك هذا معناها أنت أصلا شاكك في لوائحك. بصراحة أنا لما أجي مثلا للمادة اللي جو فيها 20 هذه تفتح باب كثير، يعني هذه ممكن كل شوي يطلعوا لك قرار اللي المادة 20 في حال قام النادي، لا خلينا اللي هو المادة اللي استندوا عليها، مادة كم هي اللي المادة مسائي كافة الالتزامات، المادة 24، المادة 24 هذه في حال عدم وجود نصف اللائحة، هذه زي حقة الاحتراف لما يقول للجنة الاحتراف أن تفسر لوائحها في حالة عدم وجود نصف اللائحة، فإن اللجنة الاسترشاد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة وبما يتفق مع طبيعة الحالة المعروضة على اللجنة، للجنة أن تنظر وتقرر الحالة التي لا يوجد فيها نص على ضوء القوانين واللوائح المحلية أو الدولية أو العرب. لذلك شفت هذه اللائحة ذي أتوقع أنت كل شوي يصدر برا. على العموم في المجمل القرار الكفاءة المالية هذا 100%، ولكن التوقيت فقط، بس التوقيت فقط. أنا كنت أتمنى أنك في بداية موسم الناس تجهز، أنا أصدر القرار الآن أقول ترى في النهاية في خلينا نقول تبع السنة الميلادية السنة المالية اللي عندهم ترى إحنا بنصدر القرارات كذا وكذا وكذا، صدرت قرارات حقة الحكومة المالية والإدارية اللي أكثر من رائع، اللي رئيس النادي والعقود المدربين والأشياء هذه تصدرها فيها عشان تسوي فيها خلينا نقول قبض على الهدر المالي اللي قاعد يصير، بعدين الأندية هي تشتغل عليه. أما كذا يعني هذا الخلل، بس هذا اللي فيها الملاحظة عليه.